أبو علي قضى ربع قرنا من الزمن يحاكي شط العرب بسنارته، وله حكايات وقصص كثيرة. يهوى الصيد ويعتبره الملاذ المريح له من ضوضاء الحياة، وأمثاله كثيرون يقفون على جانبي جسر التنومة، منهم من يعتاش على صيده وآخرون هوايتهم تدفعهم لذلك. تقريبا يعني هيجي حدود 20 سنة 25. شوف انه هذا مهنة هواية؟ لا لا هواية، يعني مرات اصيد انا اي مرات اصيد سنتي، مرات اصيد شو اسمه هذا البلطي حجال. هل تعتبر تقوت العازك؟ لا والله ما اعتبر، لا قليل بس تونس فيهم. لا انا اتونس اجي خلص وقت يعني. والله هواية عندي واحب الصيد كلف. اي والله يومي ما اجي ما ارتاح، اظل يعني شلون الواحد مضيع شيء. شبي اذا صدت سمكة كبيرة بعد ما عرفت الشط، اظل لازق 24 ساعة بالشط. قد صار لك هناك؟ والله تقريبا انا 2009 2010 بديت بالصيد، يعني صار لي 10 11 سنة. حرفة الصيد ممتعة ومشوقة، ولها قواعد خاصة لا يتقنها الا البارعون بحركة الاسماك وتنقلها. فهذه الوقفة تطول لساعات وساعات على أمل أن يأتي لهم النقر بحسب تعبيرهم. بالنسبة للخيوط، الخيوط أنواع يعني، والسنارات أنواع، بين فافون بين ستيل بين السنارة السوداء. زين أكثر شيء تجيب صيد يا خيط ويا سنارة؟ الواحد ونص، والسنارة ما استمتع الفافون. زين طيب. الأطعمة اللي تجيبونها يا أما عجين يا أما ربيع. استاذي هذه هواية يعني، تقريبا صار لنا 4 سنوات هيك نجي على شط العرب هنا نتونس، واكثر شيء متعه يعني هي. اي تغيير جو؟ نغير جو اكيد. جربنا هذا الامر فوجدناه ممتعا، فما ان تمسك بخيط الصيد تبدا لحظات الانتظار التي يشوبها الصمت، فعرفنا ان تلك الوسيله ليست هوايه او مهنه فقط، بل انها تكرس مبدا الصبر على الرزق مهما طال. جربت حظي في الصيد فوجدته هكذا جيدا، فغداء الغد اصبح جاهزا، المرصد الخبري وغرفه الاخبار مدعوين لتداول تلك السمكه. لقناه الفرات معتز الحبيب، البصره.